لها جميلة في قمة الجمال. والزين ما هو بأهم شيء. ما هو بأهم شيء. والرجال نفس الطريقة. نعم. لكن أحيانا ترى الحب بعد الزواج يعني بتلقى شيء فيها الزوجة. أنا بأذكر شيء من قصة مطيرة. الله يجعلها بالجنة. الله يجعلها بالجنة. نعم. يوم جاب فهيده وجارح في طريق وقيل ويتغدون يقولوا زانهم بنت عند غنم ترعى غنم. نعم. فيوم خلص غداهم أكيد قرصة وشيء قال هو حطوا وقلوا الطعام اللي يزود أو خلوا ترى البنت هذا أكيد في بر والدنيا جوع جائعة حطوا لها الباقي على شيء نظيف ترى لا مشيتوا بتجي مكانكم وتاكلها البواقي بواقي طعامكم. فمشوا وراحوا قضوا لزومهم ورجعوا يوم جاء رجع والتفت الطعام مكانه ما حد كله والله هالبنت هذه أبسعل عنها هذه يا غنية يا عزيزة نفس عزيزة نفس ايه. تعفف فسأل عنها قالوا هذه مطيرة بنت ابن سبيلها ابن فلان فراح له وسلم عليه وقال جوزني رعاية الغنم قال تعرفها قال لا والله ما أعرفها بس الطريقة القصة كذا 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 فقال ترى عقل خواتها جمال جمال المنظر إيه؟ قال أنا قابلها لعفتها صح أنا قابلها لعفتها وكرامة نفسها نعم زوج هي يوم أخذها محمد بن فهيد أعتقد على السياح وش لقى الأمانة والشؤون قال قصيته المشهورة أنا ما أنا بداخل يلا عسى الجنة منازل مطير يلا عسى الجنة منازل مطير وهي شيخة كانت ما في كلام يوم أخذها صارت شيخة ابن شيخي نعم وشيخة إيه وشيخ إيه؟ يقول يلا عسى الجنة منازل مطيرة انت حافظ هاي بعض لا والله بس خبرها الشطر ذا يا ام ابوي الله يجعل الجنه يقصلنا عليها القصه اللي انت تقول لكنها قصه مفيده اي وقصه انت تبين لك انه مو بهم شيء الجمال صادق إيه؟ بس هذا هو يلا عسى الجنه منازل مطيره حيث ان به طبعا على البيض ما صار الله. ما معجب زينه ولا هو نظيره لكنت لو مسل اللي جون خطار لكنت لو مسل اللي جون خطار اللي جو على هجن من الجزيره يقول ان طريقه للسياح على اللي يروحون للجزيره والعراق المديد ويضيفونه الشتهر بالكرم الله اللي جو على هجن من اقصى الجزيره وتعوا مساعنهم رديين الاشوار ان جيت للمطبخ اللي فيه نيره تلقى الحطب عندي تلقى شغل نجار لين وصل تلقى الحطب عند شغل نجار ما هي خطاتها العله المستديره جلعتي مطام يلزدر ما فار الا ومع هذا خطاها قصيره من جيبته ما قد خطت على الجار يعنك ما يسمع نباها قصيره ولا شفت من الغيظ والكدار طويله قصيره ما شاء الله والله بيض الله وجهك انت ما شاء الله جبت اكثرها ابو عايد بس هو على ما شاء الله فسبحان الله ما شاء الله الزوجه انا اقول ما تحكم على الزوجه حتى تعاشرها نعم صحيح ممكن إذا عاشرتها سبحان الله مولف القلوب الله سبحانه وتعالى مولف القلوب الله سبحانه لكن أنا الناس اللي سبحان الله ممكن 80% أن الله يؤلف بينك وبين زوجتك من له أول ليلة في بس إضافة بسيطة هذا يا أبو عايض اللي أنت قلته مختصرة قول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك اللي ينظر للجمال على أنه الجمال الشكلي هذا يبي تورط بعد نظرة قاصرة هذا ويبي يمل يا أخي الجمال الحقيقي هو جمال الكل نعم أنا ما أستثني جمال الوجه لكن يا أخي جمال الطباع صح حسن التبعل الأسلوب التعامل صح يعني النبي لما جته المرأة وقالت له يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل يجلسون معك ويجاهدون معك فما لنا نحن فقال صلى الله عليه وسلم أسمعتم خيرا من هذا سمعت خير من هذا يا هذه اسمع الكلام يا هذه أذا تبعل أنت قالت نعم يا رسول الله قال كيف أنت له قالت لا آلوه يعني ما قصر معه قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك وإنه يعدل ذلك هل اللي انت قاعد تشوفينه هالفضل لهذولا معي الصحابه ترى يعدل حسن تبعلك لزوجك الله اكبر في فالمراه يا جماعه الخير جمالها الحقيقي والله في طباعها وتعاملها وتجملها بالعلم الغانم والاسلوب الجميل ولا لا يا ابو اعد الكلمتين اللي قلتهم كلهن ولا لا اللي سأله الرسول اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع الصحابه جت واستأذنتهم كلمت النبي من خلف حجاب قالت له يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل يجلسون معك ويسمعون منك ويجاهدون معك ونحن ما لنا
قال أذات بعل أنت؟ أنت عندك زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت لا آلوه، يعني ما أقصر معه في شيء. قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. ويعدل ذلك، يعني يعدل الفضل اللي يحصلون عليها الصحابة بجلوسهم معي وجهادهم معي. فضل المرأة المسلمة إذا احتسبت في زوجها فضل عظيم. وفيه نقطة ضرورية يا جماعة الخير، ترى 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 الرجل هو عبارة عن ردة فعل لتصرفات المرأة. لا. فالمرأة تستطيع تمتص الرجل وتستطيع تخلي الرجل يعني في مملكة. صح. يا أخي رئيس الدولة أو ملك أو الملك أو رئيس الوزراء أو الوزير أو هذا تشوفه برا قائد، في داخل بيته اللي يرتبه ويرتب أموره زوجته. وأقرب سالفة حمدان الشويعر الله يغفر له ويرحمه مع ابن معمر، وابن معمر مهدر دم حمدان الشويعر، ويوم توسطت زوجته الله يجعلهم بجنات النعيم يغفر لهم يرحمهم، وقالت لابن معمر أنا بوجهي حمدان، يوم انها طلبته قال كل شلت الا حميدان، قالت وانا ما بي الا حميدان وتراها بوجهي، قال بوجهه بوجهه بنات الرجال يقفون ويحطن بوجيهن الى صارت موالتن الرجال. انا الكلام اللي قاله ايش انت ابغى يسمعون ذا الحريم اللي يطلبون الطلاق عليك بزوجك واترك الشارع. صح. ترى زوجك زوجك. صحيح. ولا تستعجلين، جنه الامر سهل، الامر سهل، تبين عيال تبين مال، المال يجي والعيال تجي، لكن خليش مع زوجك وحل لسانك وادعي الناس خلانك سلامتك. بس انا بختصرها كلمه على كلام ابو احمد. سم. هذا